انتهى رمضان لكن لم تنتهي تلاوة القرآن، كما كنا أيها المسلمون في كل يوم من رمضان نتلو القرآن، فمنا من يتلو جزءا ومنا من يتلو جزئين ومنا من يتلو أكثر من ذلك. لا ينبغي أيها المسلم إذا انتهى عنك رمضان أن تضع المصحف وتقول الوعد معك أيها المصحف في رمضان القادم، لا، لا يليق بالمسلم ذلك. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. انتهى رمضان لكن اجعل لنفسك وردا يوميا، ولو صفحة واحدة فقط، ولو صفحة واحدة، لكن اجعله وردا ثابتا يوميا، حتى لو تحمل معك المصحف في جهاز جوالك تقرأ وأنت واقف عند الإشارة وأنت في أي مكان، ربما بهذا تستطيع أن تقرأ يوميا جزءا أو قريبا منه في أوقات فراغك. لكن اجعل في قلبك هما أنك تتلو القرآن يوميا. انتهى رمضان لكن لم ينتهي القرآن.